رسميا تتم الآن عملية إغلاق صناديق الاقتراع بحسب ما خطط له من قبل المفوضية، فإن الأجهزة يعني نظمت على أساس أن يتم إطفاء الأجهزة في الساعة السادسة. يتم الآن منح المراقبين المحليين قوائم خاصة بنسبة المشاركة في هذا المركز. هذا المركز المخصص للنازحين في أربيل شهد إقبال ضعيف جدا اليوم، من مجموع 270 نازح مسجل في هذا المركز اليوم لم يحضروا سوى 55 إلى 60 ناخب أدلوا بأصواتهم الانتخابية اليوم في التصويت الخاص. الآن بإشراف أممي يتم إغلاق مراكز التصويت وصناديق الاقتراع في أربيل. ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة أيضا يشرفون الآن على عملية إغلاق صناديق الاقتراع في أربيل، والصورة تتحدث الآن عن آلية غلق مركز الاقتراع الخاص بالنازحين اليوم.